جایی که نمیپسند میبینی امامزادگان محترم هست قضاوتت رو وارد بشه میبینیم سند نداره آیا همین رو افرادی که در مقابل ما اصلا حقه نمی کنند در ما و هرچی از معارف مرد بربت میگن سند نداره سند نداره و ما خلق سلاح میشیم اگر بخواهم هر چیز رو بگیم سند نداره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل أننا لو نريد الاقتصار على الأسانيد المعتبرة ونستغني عن المرسلات والأخبار الضعاف للزم نفي كثير من المطالب والإرشادات الدينية التي يتفضل بها الوعاظ والمبلغون وماذا عن الأخبار الواردة في ذم أبناء المعصومين عليهم السلام وكيف نتعامل معها الجواب هناك مجموعة كبيرة جدا من معارف أهل البيت عليهم السلام والأحكام الإلزامية والأخلاق هي من القطعيات لتواترها إما لفظا أو معنى أو إجمالا أو للقرائن الداخلية والخارجية كوجوب الصلاة والصوم والحج وهذه من المسلمات ولا بحث فيها نعم تبقى بعض الأمور غير القطعيات التي لم يتسالم عليها العلماء أو الشيعة أو المؤمنين وهذه تقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول منها هي الإلزاميات وهي الواجبات والمحرمات وهذه تحتاج إلى أدلة معتبرة ومن شروط الاعتبار أن يكون السند صحيحا أو مجبورا بعمل مشهور الفقهاء وأمثال ذلك ومن مسائل الإلزاميات حرمة تهمة المؤمن بالطبع المراد بالمؤمن ليس أمثال سلمان وأبي ذر بل يشمل الجميع بما في ذلك العطار والبقال وأمثالهما فلو أن إنسانا ليس بثقة اتهم إنسانا مجهولا لدينا فهل يصبح الحرام أي التهمة جائزا بخبر غير الثقة؟ هذه من الإلزاميات التي تحتاج إلى حجة ومن المسائل أيضا مسألة المستحبات والمكروهات فالبعض من غير المشهور اشترطوا فيها صحة السند مثل الإلزاميات ولم يقبلوا فيها قاعدة التسامح في أدلة السنن نعم المشهور من المتقدمين والمتأخرين ممن قبلوا القاعدة اعتمدوا على قبولهم للقاعدة على رواية هشام بن سالم وبعض الروايات المؤيدة نعم بعض الأمور وردت في تأريخ المعصومين عليهم السلام بعضها يناسب مقامهم كالأخلاقيات فهذه لأن نظائرها كثيرة فهي بنظر العرف كالقطعيات أما الأمور التي هي خلاف ذلك فهي تحتاج إلى حجة وهذا الأمر عرفي فإن العرف لا يقبل الخبر الضعيف الذي هو على خلاف القطعيات المرتكزة لديهم وفضلا عن ذلك بعض الأمور قامت عليها قرائن كثيرة وعلى سبيل المثال كرم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي دلت عليه كثير من الأخبار فلو ورد خبر ضعيف لدى العرف مفاده كرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يقبله لكثرة ما ورده من الأدلة في هذا المضمون وأما بالنسبة للأخبار الواردة في ذم أبناء المعصومين عليهم السلام فلا نقبل ذلك في حق الناس العاديين ونشترط في القبول تمامية الدليل فكيف نقبله بحق أبناء المعصومين عليهم السلام ناهيك عن ذلك فإن دواعي التهم والكذب على أبناء المعصومين كثيرة مجمل هذه الأمور تجعل الإنسان يظن بخلاف ما ورد في هذه الأخبار إزاء أبناء المعصومين عليهم السلام وعلى كل فإن التهمة للآخرين من المحرمات ومن ذلك نسبة المحرم إلى الآخرين وقد ذكر الفقهاء في الكتب الفقهية ومنها كتاب العروة الوثقى في كتاب الصوم أن من المفطرات هي نسبة الكذب إلى الله ورسوله.
سأل سائل عن صحة عقد النكاح الذي يكون فيه المهر غير متعارف. الجواب: في العقد الدائم سواء أكان المهر قليلا أو كثيرا أو غير متعارف أو غير ذلك، العقد يكون صحيحا. وعلى سبيل المثال، لو جعل الزوج المهر ملء السماوات والأرض ذهبا لا يبطل العقد. وقد ذكر الفقهاء أن الزوجة لو قالت للزوج: زوجتك نفسي بلا مهر، وقال الزوج: قبلت، فيصح العقد مع ثبوت مثل. ولو جعل الزوج ظاهرا وأمام الملأ المهر كثيرا، كأن يكون المهر 1,000,000 سكة ذهبية، فبما أن العقود تابعة للقصود وقصد الزوج ليس هذا، فلا إشكال في صحة العقد. ولو لم يكن هناك ارتكاز بين الزوجين وتباني على مهر معين وتظاهرا بالمهر الكثير، فيلزم الزوج ذلك، ويكون من مصادق قوله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فيلزمه ذلك إن كان مستطيعا، وإلا أجبره الحاكم على أداء الدين. إن قلت: الزوجة تعلم أنه لن يستطيع الوفاء بالمهر ومع ذلك قبيلت التزويج، قلت: لا إشكال فيه، ففي العقد الدائم الزوجين المهر مهما كان قليلا أو كثيرا فهو لا يضر بصحة العقد. لا يقال: لماذا لا يتعين بذلك مهر المسمى؟ فإنه يقال: ما هو الدليل على ذلك؟ فلما ينص القرآن الكريم: وإن آتيتم إحداهن قنطارا، ومن المعلوم أن من معاني القنطار هو ملء جلد الثور ذهبا، فلماذا يحمل على مهر المسمى؟ سأل سائل عن دليل القول بأن في هكذا موارد، ولما يعجز الزوج عن أداء المهر يجب دفع المهر من بيت المال. الجواب: أن هناك روايات مستفيضة وبعضها متسالم عليه تدل على أن كل مديون يعجز عن أداء دينه يجب أداء دينه من بيت المال. إن قلت: لم يرد في سيرة أهل البيت عليهم السلام أنهم دفعوا من بيت المال دين المدينين، قلت: هناك عشرات الموارد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، نعم سائر الأئمة عليهم السلام لم يكن بيت المال بيدهم حتى يؤدوا ديون المديونين. وفي مضمون الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام بأننا في حل من مسؤولية أداء المديونين، لأن بيت المال ليس بأيدينا، ولو كان بأيدينا لكنا مسؤولين عنه. وفي بعض الروايات أن ذلك برقبة إمام المسلمين، وإلا فعليه إثمه. ومن الواضح أن المعصوم لا يتصور بحقه الإثم، بل المراد حكام المسلمين في كل زمان. قد يقال: الروايات الدالة على أن الزوج لو عجز عن أداء المهر فيجب من بيت المال خاصة بالمهر أو عامة لكل الديون، فإنه يقال: الروايات عامة وتشمل كل دين. ففي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نسبة لدين من مات ولم يؤدي دينه فإلي وعلي، أي أنني المسؤول عن ذلك. وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام لما فر أصحاب الجمل وقتلت بسبب ذلك امرأة حامل، أعطى ديتها مع أن القوم قتلوها، ولكن لأنه كان المتولي لبيت المال دفع ديتها، وفعل المعصوم عليه السلام حجة. سأل سائل: هل يطلق على الخبر الذي فيه شيعة غير إمامية بأنه خبر موثق؟ الجواب: كان علي بن حمزة البطائني من هؤلاء، فهو لم يكن من العامة، ولكنه أنكر إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ومن بعده من الأئمة، وقد اتفق الأعلام على العمل برواياته قبل انحرافه،
ولا يخفى أن الفقهاء عبروا بالاصطلاحات الرجالية المعروفة اليوم، ومنها الصحيح والحسن والموثق، ليسهل الأمر في تمييز الروايات المقبولة من غيرها. وقد اختلف الفقهاء في مبانيهم الرجالية. إن قلت في حال أن الراوي مشكوك الحال، ألا تجري أصالة العدالة؟ قلت أصالة العدالة في هكذا موارد لا تجري. نعم، هناك موردان للعلامة رحمه الله يظهر منهما أنه قائل بأصالة العدالة، ولكن هناك عشرات الشواهد على أنه لا يرى هذه النظرية. والمشهور أن الخبر الحسن والموثق والصحيح متكافئة من حيث الحجية، ولذا لو تعارض أي منها مع الآخر يتساقطان. سأل سائل عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فهل ورد فيها نص أو أنها متصيدة من الأدلة؟ الجواب: هذه القاعدة على ما ببالي لم يرد فيها دليل خاص من المعصومين عليهم السلام، بل هي متصيدة. أما سعة هذه القاعدة فهي كقاعدة لا ضرر، تشمل كل الموارد إلا ما خرج. نعم، لو كانت الضرورة بارتكاب الفضائع في الإسلام، وعلى سبيل المثال لو لم يكن للرجل زوجة ووقع في أشد الحرج، فهذا لا يبيح له الزنا، فإن المرتكز لدى المتشرع عدم إباحة هذه القاعدة لهذا المنكر. أما سائر الموارد فتشملها، ففي الخبر لا رواية لمن لم يقم صلبه، فإن القيام من أركان الصلاة، ولكن لما يعجز الإنسان عن القيام الكامل في الصلاة فإن هذه القاعدة تبيح له القيام مع الانحناء. إن قلت لو أريد أخذ نطفة الرجل ودار الأمر بين الإنزال المحرم وبين العقد على امرأة في العدة، فهل أن قاعدة لا حرج تبيح له الإنزال؟ الجواب: برأيي أن قاعدة لا ضرر أو لا حرج لا تبيح له ذلك، لأن الأمور التي استفيد أنها من المحرمات الفظيعة قاعدة لا ضرر ولا حرج لا تبيحها له للارتكاز. سأل سائل: تفضلتم أن الأحاديث المرسلة لا اعتبار لها في الإلزاميات، فماذا عن الأحاديث المضمرة والمقطوعة؟ الجواب: الحديث المضمر لو كان المضمر ثقة فهناك دليل خاص، وهو أن الرواية لغرض ما قطعت فلا إشكال بقبولها في الإلزاميات. أما لو لم يكن المضمر معتبرا فلا نقبل الرواية في الإلزاميات. سأل سائل: ما هي الضوابط التي ينبغي مراعاتها في لسان الحال، وما هو التكليف بالنسبة لهذه الأمور بالنسبة لصيام المكلف؟ الجواب: هذه المسألة مطروحة في العروة في كتاب الصوم باب الكذب على الله ورسوله وسائر المعصومين عليهم السلام، وقد ذكر أن لسان الحال ظاهر، أي له ظهور، فحجيته كحجية الأقوال، فالقول لا خصوصية له. نعم، الظهور في الأقوال أقوى بخلاف الظهور في الأفعال، ولذا لو كان لسان الحال له ظهور في النسبة إلى المعصوم عليه السلام فلا إشكال في نسبته للمعصوم عليه السلام في شهر رمضان، لأن هذا ظهور. وأما لو لم يكن لسان الحال له ظهور فالأمر مشكل. وأتذكر أن الشيخ عبد الزهراء الكعبي نقل لي أن والدك ذات يوم قال لي: في كل موطن أردت أن تذكر لسان الحال قل هذا بلسان الحال، وهذا احتياط لعل الوالد كان يراه لازما. ولكن استظهار جماعة في العروة أن لسان الحال لو كان له ظهور فلا يجب القول أن هذا لسان الحال.
وفي بعض الروايات قال بيده هكذا، فهو سأل المعصوم عليه السلام وأجابه بحركة اليد، ولكنه عبر عن ذلك قال بيده، والحال أن القول للسان. وعلى كل لسان الحال لو كان له ظهور مثل القول فلا إشكال. سأل سائل أن صاحب الجواهر يشترط في سيرة المتشرعة أن يكون لها ما يدعمها من روايات وغير ذلك، فما هو رأيكم بهذا الأمر؟ الجواب: ذكرت اسم كتاب الجواهر، راجع الاستدلال بالسيرة في هذا الكتاب وهي بالعشرات، وستجد أنه استدل بالسيرة ولم يذكر ما يدعمها من الأدلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.